ولدت ريان زوجة هور الأخ الأصغر لهورين ولدا في شتاء معركة الدموع غير المعدودة في برية ميثريم قبل أن تتركه وتهيم بعد أن وصلها خبر مقتل هور. أطلقت على ذلك المولود اسم تور وقد تبناه أنانيل من الجان الرماديين ليكون بطل حلقتنا اليوم. أخوتي من لم يشترك بعد نذكره بأن زر الاشتراك مجاني بالنسبة لك وثمين بالنسبة لنا فاضغط لكي تضمن استمرارنا. وإذا عجبك عملنا اضغط زر الإعجاب واترك لنا ملاحظاتك واستفساراتك في خانة التعليقات ولننطلق سويا إلى حلقة جديدة من السلمريو. كان الجان الرماديون يقيمون في هيثلوم في تلال أندروث ليقرروا الخروج منها قاصدين الملاذات، ولكن هجوما من الأوركس والإسترلينجز على طريقهم أوقع تور أسيرا وقد بلغ 16 آنذاك، وليصبح تور عبدا عند لورغان زعيم الإسترلينجز في هيثلوم، وليبقى عنده 3 سنوات قبل أن يتمكن من الهرب والعودة إلى أندروث حيث اختبأ هناك من ملاحقات الإسترلينجز. بقي تور في مخبئه 4 سنوات قبل أن يخرج قاصدا دور لومين، ومن هناك وجد أنينون إنجيلدا وهي بوابة نولدور التي بناها تورغون حين كان سيدا إفراست، ومنها وصل إلى كهف معتم يمر تحت الجبال ويخرج عند كيرث نينينياتش وتعني شق قوس قزح، حيث يمر الماء منحدرا هادرا باتجاه البحر العظيم. ومن هناك عبر تور دون أن يعلم به أحد من خدم مورغوث وأقام في نيفراست بقرب البحر حيث كان يعشق صوته الهادر. ومر صيف تلك السنة حيث اقترب قدر نارغوثروند، ولما أتى الخريف رأى 7 بجعات عظيمة تطرن باتجاه الجنوب بمحاذاة الساحل، فعرف تور أن تلك إشارة ولحق بهن حتى وصل فينيامار المهجورة تحت جبل تاراس. وفي القاعات في الداخل وجد الترس والدرع والسيف والخودة التي تركها تورغون تبعا لأوامر أولمو قبل زمن طويل، فارتداها تور وخرج إلى شاطئ البحر ليظهر له أولمو من قلب عاصفة عابرة. أخبره أولمو بأن مهمته أن يجد غوندولين الخفية. وفي صباح اليوم التالي عندما هم تور بالمغادرة وجد شخصا من الجان عند الشاطئ، لم يكن إلا فورونوي ابن أرانوي من غوندولين. قذفه البحر إلى هنا بعد غرق سفنهم 7 التي حاولت الوصول إلى الغرب. كان أولمو قد أعلم فورونوي بأمر تور وطلب منه الانصياع لأوامره وأن يكون دليله إلى غوندولين، كما منح تور عباءة تعينه على التخفي من عيون أعدائه لينطلقا في رحلتهما مع بلوغ الشتاء متيقظين من الشرور المنتشرة على طول تلك الأراضي تحت إيريد ويثرين. وصلا إيفرين ونظرا بأسى إلى الخراب الذي سببه غلاورونغ، كما رأوا في مكان قريب رجلا من البشر يكتسي بعباءة سوداء وفي يده سيف أسود مر على عجل من هناك دون أن يهتم لأمرهم. تابع السير وبإعانة أولمو وصلوا أخيرا إلى البوابة الخفية وليدخلوا منها، حيث أخذهم الحرس كأسيرين إلى أكتيليون عند نافورة آخر باب عند نافورة الباب السابع. وهناك أزاح تور عباءته لتظهر حلته وأسلحته، وليعرف أكتيليون أن تور هو رسول أولمو المنتظر. بينما تمعن تور جمال السهل الخصيب وفي وسطه مرتفع أمونغ وريث الصخري، حيث تقف غوندولين المدينة الأعظم والأشهر وصاحبة المجد بين أقرانها شامخة. أصدر أكسيليون الأمر بنفخ الأبواق فردت عليهم أبواق غوندولين العظيمة، وليعبر تور سهلة ملدين حتى وصل أبواب المدينة الواسعة وصعد أدراجها العالية العريضة ليصل إلى برج الملك، حيث رأى صورة شجرة فالينور. وليقف تور أخيرا أمام الملك تورغون ابن فينغولفين الملك الأعلى للنولدور. كان مايجلين يجلس عن يمينه، وعن يساره كانت ابنته إدريل كليبرندال. قدم تور تحذير أولمو لتورغون بدنو لعنة ماندوز
اللعنة التي تقضي بفناء كل أعمال نولدور وأن يخلي المدينة ويتبع سيريون إلى البحر. تذكر تورغون كلمات أولمو في فينيامار عندما قال أن الأمل يرقد في الغرب، ولكن تغيرت روح تورغون وأصبحت متعلقة بعمل يده الذي تعب فيه لمئات السنين. لا زال يثق بأبوابه وسرية مدينته ومتانة حصونها وعلو جدرانها حتى لو كان رأي أحد الفالار غير ذلك. بعد نيرنايث أرنويدياد، قرر سكان المدينة الابتعاد عن مشاكل الجان والبشر وإغلاق أبواب المدينة نهائيا ودثر كل ممراتها هربا من حقد مورغوث. فلم يهتموا للأخبار القادمة من الخارج على قلتها، وعبثا بحث عنهم خدم مورغوث، ولكن بقيت المدينة كالإشاعة أو كالخيال، مدينة لا وجود لها. وليقرر تورغون رفض التحذير ورد النصيحة. استحضر تورغون كلمة ماندوس في أرمان ووعده بالغدر والخيانة، أيقظ الخوف فيه فقام بإغلاق كل المنافذ إلى مدينته حيث لم يخرج بعدها أحد من غوندولين، وحيث بقيت المدينة عامرة. وبعد فترة جاءهم ثروندور بخبر سقوط ناركوثروند، وبعد فترة أيضا جاءت أخبار دورياث وموت ثينغول ثم ديور ومذبحة الأقارب. كل ذلك صم تورغون أذانه عنه وأقسم ألا يخرج من أجل نولدوري ومنع شعبه عن أي حلف. ترعرع تور في المدينة الراقدة بسلام ونهل من علومهم وتعلم من حكمة ملكهم حتى مال قلب إدريل نحوه، وكذلك مال قلبه، وهذا يعني زيادة كراهية مايغلين له، والذي رغب بامتلاك قلب الفتاة قبل امتلاك المدينة التي هو وريث عرشها. مرت سنوات سبع وتور مقدم لدى تورغون وكل طلباته مجابة حتى يد ابنة الملك. فتورغون لم ينسى مع ذلك أنه رسول أولمو، ولم ينسى بعد كلمات هور والد تور أمام جيشه المنسحب. حدث الزواج وسط بهجة شعب غوندولين، إذا ما استثنينا مايغلين وأتباعه السريين. وبعد حول كامل ولد لهم إرينديل، النصف جني الثاني بعد ديور، طفل فائق الجمال في وجهه، نور الغرب وصلابة إيدين فيه، وقد همس هدير البحر في أذنه كما كان والده. كانت المدينة من الداخل راقدة بسلام لا تشوبه شائبة، ولكن من الخارج كان قد مر هورين من هنا من خلف أوكرياد، حيث صرخ في الوادي العميق لينبه مورغوث للمكان. تلك المنطقة بين أناتش ومنابع سيريون العليا، فلم يصل أحد من خدمه إلى هناك. وحيث ركز مورغوث تفكيره كان ثروندور ونسوره يصطادون أي متطفل من أنكبان. كانت إدريل كليبريندال متوجسة وغيمة من الشؤم زحفت على قلبها، وخاصة اتجاه ابن عمتها مايغلين. فعملت على إنجاز طريق سري من داخل المدينة يفضي إلى مكان بعيد خارجها، وقد بدأت عملها السري من أمونغواريث، عمل يجب أن يكون بعيدا كل البعد عن مايغلين وأتباعه. ومايغلين كان منشغلا بالحفر والتعدين، فقد كان سيد الجان الذين يعملون في التعدين والتنقيب، حيث كان لديه هناك مملكته الخاصة. ولأكثر من مرة ذهب مايغلين وأتباعه أبعد من مخافر التلال، وعبر الممرات السرية بدون علم الملك، حتى وقع في إحدى المرات بيد الأوركس وسيق إلى أنكبان. صحيح أنه لم يكن بضعيف أو جبان، ولكن روحه أذعنت تحت التعذيب ليشتري سلامته بالكشف عن ممرات المدينة الخفية. كان ثمن الخيانة هو ما سهلها على مايغلين العرش، وإدريل ستكون من حقه بعد أن يسيطر مورغوث على المدينة. ولكي تكتمل خيوط اللعبة، أطلق مورغوث مايغلين قبل أن ينتبه سكان غوندولين لغيابه، فعاد إلى بلاط خاله ليتحول إلى الجني الودود بابتسامة لم تغادر محياه، ولكن بقلب أسود كظلام نانو.
ولما بلغ إرينديل سنواته السبع حرك مورغوث قواته، جحافل من الأوركس والبالروكس والذئاب المتوحشة مع بضع تنانين طائرة أكثر رعبا من أبيها غلاورونغ. وصلت التلال الشمالية العالية قليلة المراقبة لارتفاعها الشاهق، حيث كانت تلك الليلة هي ليلة عيد في المدينة، وهو عيد بوابات الصيف، حيث يحتشد الناس ليحضروا شروق الشمس أول يوم في الصيف. وبدل أن يطل الشفق من الشرق أطل عليهم من الشمال، حيث كانت المدينة وجيشها في غفلة عن الخصم المهاجم. بسرعة كبيرة تم حصار المدينة بدون أي منفذ أو أمل للنجاة، ولكن مع ذلك لم يمنع الجوندولين دريم من تسطير بطولاتهم في الدفاع عن المدينة، وخاصة معركة إكثيليون مع سيد البالروكس غوثموغ عند النافورة في ساحة الملك، حيث ذبح كل واحد منهما آخر. كما قاتل تور بشراسة، ولكنه حرص على أن ينقذ إدريل من السبي، ليجد أن زوجته وابنه أصبحا تحت يد مايجلين، فحدث قتال بينهم على الأسوار، ولينتهي القتال بسقوط مايجلين من على صخرة الموت أمونغ وريث، حيث تم إعدام والده من قبل، وليرتطم جسده ثلاث مرات بالصخور قبل أن يحترق بالنيران المشتعلة في الأسفل. قاد تور وإدريل الناس عبر الممر السري الذي أعدته إدريل، حيث لم يعرف عنه قادة أنجباند أي شيء، فلا مجال للهرب من المدينة المغلقة بأي من الاتجاهات الأربعة. تم تدمير غوندولين بأنفاس التنانين الحارقة، حيث ملأت السحب الخانقة السهل الأخضر. ما زال الطريق طويل على تور ومجموعته لعبور النفق الطويل باتجاه السفوح، ولما وصلوا إلى هناك كان البرد والبؤس هما من يسودان، الكثير من الأطفال والنساء والجرحى. وحيث وصلوا هناك كان عليهم عبور كيريث ثورونات، أي شق النسور، وهو طريق خطير يمر تحت ظل القمم العالية، يضيق على طول الطريق وعلى حافة منحدر إلى هاوية الجبل. وهناك حيث اصطف موكبهم كمنت لهم مجموعة من الأوركس مع أحد البالروكس، وبغياب النسور حضر غلوروفندل أصفر الشعر سيد عائلة الزهرة الذهبية من غوندولين. برز غلوروفندل لمبارزة البالروك في قتال خلدته الأناشيد على تلك القمة العالية، وليسقط الاثنان في الهاوية بينما انضمت وقتها النسور لتقضي على ما تبقى من الأوركس، وليصل باقي الموكب بقيادة تور إلى وادي سيريون، ومن ثم بعد مسير طويل إلى نانتثرين غابة الصفصاف برفقة قوة أولمو التي كانت في النهر العظيم، حيث أقاموا هناك ليتعافوا من جراحهم وصدمتهم ويتذكروا كل من سقط في غوندولين. هناك صنع تور أغنية لابنه إرينديل، أغنية تتكلم عن قدوم أولمو سيد البحار إلى شواطئ نيفراست وشوقه وابنه للبحر، وليأخذ بعدها تور شعبه من هناك ويقيموا عند مصب سيريون، حيث وجدوا هناك جماعة إلوينغ بنت ديور. وصلت أخبار غوندولين إلى بالار تفيد بسقوط المدينة ومقتل تورغون، فتم تسميته إرينيون جلجلاد ابن أورودريث كملك أعلى للنولدور. بينما كان مورغوث منتشيا بتمام نصره، فلم يهتم لمن بقي من أبناء فيانور الذين لم يؤذوه، بل انقلب قسمهم عليهم وسهل مهمة مورغوث وساعد في نشر طغيانه الأسود، ولو أنه فقد إحدى أحجار السيلماريل. هذا لم يكن يعني أن مورغوث لم ينتبه لتجمع ما تبقى من الإلدار والجان عند مصب سيريون وتزايد أعدادهم، ولكن تركهم حتى يحين الوقت الذي يختاره، حيث تشكلت هناك مستوطنة تحت ظلال إيرفرنين بحماية أولمو. يقال أن أولمو أنذاك خرج من مياهه العميقة وذهب إلى فالينور وطلب دعم الفالار لمن تبقى من الجان في الأرض الوسطى، وضرورة التدخل ضد سطوة مورغوث الذي لم يعد يقف شيء أمامه. كما يجب أن يتم استعادة أحجار السيلماريل التي تحمل أقدس ضوء خرج في أيام البركة في فالينور، لكن مانوي لم يبدي أي رد فعل اتجاه طلب أولمو.
قالت الحكماء عن تلك الفترة أن مانوي كان ينتظر أحدا آخر سيأتي إليه من أجل ذات القضية يتوسل العفو عن كل آثام وجرائم الإلدار شرق البحر، كما أن هناك لعنة قد ألقاها ماندوز على من خرج ويجب أن تبلغ ذروتها، عندها ربما يقرر مانوي التحرك. وقد رجح أولئك الحكماء أن وجود أبناء فيانور وسعيهم خلف قسمهم سيبقي اللعنة على الإلدار. مرت الأيام على تور وزحفت الشيخوخة عليه وازداد شوقه للبحر، فبنى سفينة سماها أيرامي أي جناح البحر، ومع غروب الشمس صعد هو وإدريل كليبرنديل إليها وأبحروا إلى الغرب ولتنقطع أخبارهم. ولكن ما أشيع عن تور أنه الوحيد من جنس البشر الذي انفصل مصيره عنهم وارتبط بمصير النولدورية التي أحب ليكون أول بشري أصبح من الجان. حين تنعدم الفرص ويقترب الموت ممن تحب ستكون مستعدا لتقديم تضحيات كبيرة قد تكلفك حياتك، ولو كانت تلك التضحية من المحظورات. هذا ما سنراه في الحلقة القادمة من روايتنا التي شارفت على النهاية السيلماريليون. إلى اللقاء.